ودي وانا عندي 5. مين دي؟ دي معرفهاش. تعالى افرجك على بقيه الصور. ده باباك يا؟ دي لما كنا في امريكا. ودي مامتك عادي؟ بس دي لما كنا في فرنسا. قولي لي يا انجي، انتي بتجيبي حاجتك منين يعني؟ حاجات ايه؟ حاجات دماغ طوابع. لا الحاجات دي احنا ما بنجيبهاش، هي اللي بتيجي لحد عندنا. ما شاء الله يا هاني، قلبتي البيت كباريه. انت ايه اللي جالك دلوقتي؟ مش تبقى تتصل قبل ما تيجي؟ اتصل عشان اجي بيتي. خلاص بقيت انا الضيف واصحابك هم اصحاب البيت. فين انجي عشان تسمع الكلام ده؟ دي واحده يا عم، بعد اذنك. على فكره حضرتك عندك حق، بس دي غلطتك من الاول. مش معنى انك منفصل عن طن تسيب الحياه بايظه قوي كده. ها انجي واخده راحتها على الاخر، وانا مش شايف في اي حزمه. واضح من الصور دي ان باباك بيحبك قوي يا انجي. ايه ده، حلقي وقع. وريني كده بسيوني. ممكن تركبهولي؟ انا الصراحه اصلي يعني اول مره اشوف حلقان بتركب في الحواجب. ده الستايل. حتي حد بكده ركبه بس. فين اللي يحصل ده بابا؟ ابن حلال لسه حالا كنا جايبين في سيرتك. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ مين الحيوان ده؟ شفت؟ اهو ده اللي انا كنت عامل حسابه، ان حضرتك تفهمني غلط. حضرتك انا كنت مركب لها الحلق حواجبها. بابا من فضلك ما فيش حاجه حصلت تستاهل. اسكت انت يا انجي، اسكت انت، مالكيش دخل. الندل ده هو اللي غواكي ولوش شرفي. والله ما في نقطه ميه ترتشت على شرف سعادتك، انا لسه عارفها النهارده الصبح، يعني ما حصلش حاجه. وانا هستنى لما يحصل. تعالى هنا اهو. ايه اللي دخلك اوضه بنتي يا حيوان يا واطي يا حطير؟ وسافل كمان عذرك. انا غلطتي ان انا سالتها واحنا طالعين، يعني ماما نظامها ايه؟ قالت لي عادي. ماما عادي طبعا، عادي. ما هو الحق مش عليكي، الحق على اللي ربيتك ربايه سبور. اتفضلي يا هاني، شوفي التربيه السبور اللي ربيتيها لبنتك. كفايه بقى فضايح، مش ممكن. ايه التخلف اللي انت فيه ده؟ تخلف ومع صاحبها ليه ان شاء الله عايشين في امريكا؟ على فكره واضح ان هما مش متفاهمين خالص يا انش. ايه يا بابا، بس يوني زميلي في الجامعه عزمته على حفله فيها. ايه دي؟ اتفضلي يا هاني، بقى دي اشكال تصاحب بنتك؟ ولا بعرف قصادك، ما انا واقف اهو. احنا اللي اشكال برضو. نسيت ام ميمي؟ ام ميمي؟ مين ام ميمي دي؟ دي الخدامه بتاعتنا. خدامه؟ ده انت طلعت لازم تهدلها فينا وعامل ام ميمي. ده انا كويس اني عايش معاكي. ده انت ما تفعيش. انت بتقولي بقول لك ايه؟ انا هجيب لكم صابر. عيشتك عيشتك مني يا شيخه. ارحموني بقى، فضحتوني قدام زمايلي. انتوا مش هتبطلوا بقى ليه كده؟ يا فندم يا محترم، انت ما عرفتش تربي ابنك. الحقيقه يا فندم، ابنك من لحظه دخوله الجامعه وهو مثير للمشاكل. ولما انتوا مش عارفين تربوه بتعلموه ليه؟ بنعلمه من باب الاحتياط. اللي تعلموه ليه؟ وش يخرس؟ انت عملت ايه؟ يا فندم احنا مش عايزين نكبر الموضوع قوي، ويا ريت نتفاهم بهدوء. تاني هتقول لي هدوء؟ يبقى شوف ابنك اللي ما ترباش. يا فندم اتعصبي ليه؟ اللي انكسر يتصلح. هو ايه اللي انكسر يا بني ادم انت؟ انا بنتي اشرف مش شرف. اما الفلق دماغنا ليه من الصبح وقرفنا يا عم انت؟ ما انت سكت له من الصبح. الظاهر ان الكلام الودي مش هيجيب معاكم نتيجه. انا رايح الاسم وهعمل مذكره عدم تعرض. اسم؟ راح تعمل ايه في الاسم يا هندسه؟ حد يفضح بنته وسط الصورات والمخبرين؟ انا ماناش رايح الاسم، انا رايح لوزير الداخليه. استنى استنى، سمعت رايح لمين؟ اهدى سعادتك، اهدى اهدى ارجوك. انا مستعد امضي لك تعهد على نفسي ان الولد ده مش هيتعرض لبنتك ابدا. اتفضل. لا اتفضل اتفضل يا فندم. تقول دخلت اوضتها؟
انا كنت بفكر زي حضرتك في الاول يا فندم لحد ما عرفت البنت على حقيقتها، دي طلعت بنت طيبه وغلبانه يا حبيبي ما تقول لي ان قلبها قلب خصايه. عرفت منين يا فندم؟ بتقول ايه انت يا فندم؟ دي بنت ضحيه، تخيل ابوها بيخون امها مع موميمي. مين موميمي؟ ياكش تولع هي وموميمي في لحظه واحده، ده ابوها راجل غبي طلعت ربعه لسان ولسان زفر كمان. شفت؟ ما قدرتش حضرتك تستحمله ربع ساعة، تعمل ايه البنت بقى اللي عايشة معاني؟ ضحية. بلاش كلام فارغ. انت راجلش وراي ليه؟ انا وراك. ايه؟ انا وراك يا فندم. انت نسيت انت جاي هنا ليه؟ يا فندم انا كنت هعرف خلاص بيجيب الطوابع دي منين لولا ابوها دخل. احمد ربنا ان الراجل دخل في الوقت المناسب بدل ما كانت تعمل لك قضيه اثبات نسب. نسب؟ هاي بيسو. يلا يا وقت يا ودا وقت. ايه ده؟ ايه دول؟ ايه دول؟ دول زمايلي. زمايلي يا فندم. نسب ايه بس يا فندم؟ احنا ما فيش بينا الا كل خير. ركز في شغلك، الراجل كان رايح يقابل وزير الداخليه، فاهم؟ فاهم فاهم يا فندم. النهارده العيال هيتجمعوا في فقر يضربوا فيه مخدرات. انا عندي احساس ان النهارده همسك خيط مهم في القضيه يا فندم. ياك تتكعبل فيه وتتكسر رقبتك. ما تهدى بقى يا خالو. انا مش خالك يا اخي. ايوه صح، انت قريب اختي، انا قريب اختك، قريبك انت قريب. امشي امشي، ده هيشلني يا خالو. بس من فضلك. داخل واحد صاحبي جوه. طب ايه باب المحفظه يا واد؟ ما بشيلش محافظ. طب ايه العجاز ما وسعت وقت القبايه؟ اه كمان عليكم عاملين دماغ وسخه، بس سمعت سوق فيها يا واد. انت بتكلم ظابط؟ بقول لك ايه؟ انا بقى وزير الداخليه. تبين عليك هتبوظ الدماغ اللي احنا عاملينها. اقلع بالمحفظه لحسن غزك. ايه ده؟ ده معاه معاه ماتو جد؟ ايه ده ظابط جد يا قلع؟ الله ينور يا سعادة الباشا. أنا هعترف لك يا باشا، اتفضل. أدي المخدرات اللي كنت بحطها في دواليب العيال، هي دي الحاجات اللي كنت بسرقها منها. مبادئ إدارة أعمال، مقدمة في علم الإحصاء. إيه يا بنت، ده حرامية مثقفة؟ فين المخدرات؟ برضو يا باشا كتر خيرك، أنا كنت بذاكر فيهم. بذاكر فيهم؟ النبي انت شكلك لبط وهتتعبيني معاك يا عول. طب عشان تصدق ادي الكارنيه بتاعي، انا في كليه تجاره. الكارنيه ده مضروب. الله يسامحك يا باشا. انا بشتمك باهلك، بقولك الكارنيه مضروب مالك. حضرتك عارف ان اقل كتاب من دول يجيب 50-60 جنيه، وانا هجيب منين يعني؟ بقولك ايه، انت هتقعدي تقولي لامي تعبانه وبجري على اخواتي، ما تجيبي من الاخر يا بت. يا باشا كل الحكايه ان انا بنت عندها طموح وبجري على اخواتي، تفتكر لازم تقبض عليا عشان عندي طموح يا باشا؟ طيب خلاص خلاص يا باشا، والله العظيم انا ما اقدر اجيب سيره لحد، انا مش قد حضرتك. بص يا باشا انا هساعدك، بس مش عشان خايفه منك ولا عشان عايزه منك حاجه، انا هساعدك لان ده الصح. العيال ولاد الاغنياء دول اصلهم مش مقدرين النعمه اللي هم فيها، اللي غيرهم بيحلم بربعها. انت في حد شوعي في عليكم يا بت؟ اكلمها على الجامعه والمخدرات اللي فيها، تقول لي محاضره في الحقد الطبقي. بقول لك يا بت انا مش عايز لماضه، من بكره تفتحي عينيكي في الجامعه، دبه النمله توصلني. ربنا يسهل يا باشا. خد يا بت علي، انا معاك فلوس مستوره والحمد لله. طب هاتي 10 جنيه. بهزر معاك، خدي دول. برضو حضرتك مصمم تضايقني؟
ازاي؟ افتح ايدك، افتح ايدك. اعمل دماغ. استني هنا. ايه ده طابع؟ حطه هنا واربط دي. انا اصلي جاي مش عايز طابع. ولع جوينت، سيبك من ده. انت باشا بتضرب مخدرات. يبقى انت لسه زعلان من اللي عمله ابويا. ده انا اللي قلقت عليه. قلقت عليا انا ليه؟ يعني الموقف قدام الناس وابوك وامك يعني. لا الموقف ده عادي، الموقف ده بيتكرر كتير، انا واخده على كده. انا افتكرش اصلا ابويا بتيوم في البيت. انت عارفه بس يوم انا علاقتي بابويا كده مش زي علاقه ابو وبنته، بس كده احسن. خديني بخرج بعمل اللي انا عايزاه، بشرب. طب وماما؟ ماما مالها ماما؟ دي ماما دي زي السكر، هما دي انا وهي موبايلات على طول. تصحى من النوم تديني موبايل، تخش تنام تديني موبايل، وانا برضو بديها موبايلات يعني. وبعدين بقول لك انت هتطير شويه الدماغ اللي انا عاملاها. عندك حق. طب ولع لي. حاضر. اشربي بالمون. ايه يا بسيوني واقف كده يعني ما بتضربش ولا انت عامل دماغ لفت؟ لفت؟ لا انا تقدر تقول يعني دماغ الطوابع والحاجات دي، دماغ فافي ما تنفعنيش. انا احب يا بيه اظبط دماغي كده في مكان خاص واجي لك فريش. دماغ بلدي. بلدي؟ الله يا بسيوني نفسي اجرب الدماغ البلدي دي. خلاص احنا بكره عندك. يا مايا حمزه دماغنا بكره عند بسيوني. يا ست استني. ولا انت رجعت في رايك؟ لا رجع ايه يا جماعه؟ ده حصل. بسيوني بكره عازمني عنده على دماغ بلدي. بكره بلدي قشطه يا مان. لا 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 خلاص مش هينفع. يلا نروح دلوقتي. ما ينفعش حد يا ستي بتقول لك بكره. انت حاولي معلش الزمن عندها ضغط خالص يا عمي. يلا انت راخر. يلا ركبتي وقومي هنا. يلا هات من هنا. ده مش تقرير ظابط، ده تقرير اخصائي اجتماعي. الكلام ده تروح تقوله في هنس عتاد. يا فندم يا فندم اقرا التقرير بتمعن. قريته قريته. حبه؟ حبيته. من قلبك؟ حبيته يا فندم. اهو بحبك. مش بحبك. من قلبك بحبك. لا كده مش من قلبك. بحبك في ايه يا هالظابط؟ انا مالي وما ظروف العيال العائليه؟ انا هتبناهم، انا ما تهمنيش ظروفهم، انا كل اللي يهمني المخدرات. فين المخدرات يا هالظابط؟ فين المخدرات؟ اتفضل. يا نهارك اسود ومنيل، اللي انت شايله ده فرش؟ فرش؟ فرش حشيش يا فندم. ماركة سيبها وخدها يوم السبت. نعم؟ لو مش فاضي السبت خدها لحد أمان يعني. شكلك هيحبسنا الاتنين الصبح. ايه ده؟ يا فندم ده اللي هيوصلنا طريق المخدرات. توليفة عاملها عند العطار كده. وعملت كده ليه؟ اللي ليه اتزنقت؟ العيال اتورطت معاهم يعني وعايزين يعملوا دماغ بلدي وعلى حسابي فتصرفت. انت جننت؟ بقى بدل ما تعرف العيال دي بيجيب المخدرات منين؟ تشتغل لهم انت تاجر مخدرات؟ وبعدين العيال المدمنين دول هيأثر فيهم شغل العطارين اللي انت عامله الفالص ولا؟ يا فندم ده مفعوله كده. استنى مفعول ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه؟ ده انا لافف لك جوينت الصباحه. مين؟ فلتر كرتون عريه اول ما تصحى ولعها. انا ما بشربش الحاجات دي يا فندم. اسمع مني. ما بشربش الحاجات دي. هولعه لك انا. انت ثابت يا هالظابط؟ بتاع دي ما تولعش في بيتي ابدا. انا هحولك للتحقيق فورا يا فندم. انا هوريك شغلك. الكسفه اللي انت فيها يا حازم. حازم هبت ايه؟ في ايه يا حازم؟ معلش يا بيه اصل انا سمعت بسيوني بيزعق فقلت يمكن بيزعق لحضرتك فاندفعت يعني. لا ابدا، احنا كنا بنشتغل انا وبسيوني. خلي بسيوني الحرس ده رجعه المكتب عشان نبقى نعدمه. ها؟ عشان نعدمه. انت بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده ليه؟ مش فاهمك. علشان هخنقه قبل ما اعدمه. عشان مش عاوز يفهم الحرز. ايوه علشان هنعدم. ايوه لفت لك منه الصباحه. ايوه ابو كرتونه. كده هضربه بالنار قبل ما اعدمه. تعالى ورايا الحرز. ايوه تعالى ورايا. حاضر. ما تشنقوه احسن يا باشا. انا مش هستنى نتيجه التحقيق، انا هضربك بالنار. يا فندم يا فندم افهمني، ما قداميش حل تاني، لازم اعمل حفله عند سعادتك هنا في البيت. ده انا لو مراتي عرفت هتذبحني. يا فندم عشان المهمه دي تنجح انا عايز قلبك يبقى قلب اسد مغربش تفوت في الحديد. مش ده كلام سعادتك اللي قلتهولي؟ وانا لا يمكن اسمح لك انك تحول بيتي لجرسونيره.
البيت ده اللي عمره ما دخلت فيه واحده ست غير مراتي والشغاله واحيانا حماتي. ده لو اعتبرت ان دول ستات جاي بعد العمر ده كله تدنسوا انت. خلاص يا فندم مفيش مشكله، انا هطلع السيد مساعد الوزير احطه في الصوره وافهمه ان المهمه بتبوظ عشان سعادتك مش متعاون معايا. اعلى ما في خيلك اركبه. يا عيني يا لا.